تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، كل المتابعين لللايف، كل الفاتحين للبث المباشر على الصفحة الإعلامي أحمد الضي بشارة. الصفحة يا جماعة الثانية اللي كنتوا بتتابعوا منها حصل فيها خلل، إن شاء الله بتعود قريبا للبث. الآن من هنا اعملوا لنا لايك شير، من هنا اعملوا لنا لايك شير للبث. نحن بادئين طوال إن شاء الله بإذن الله، ما دايرين أي تراجع ولا تخاذل، دايرين نتكلم بحقائق، دايرين نتكلم بوقائع، ما حنتكلم ساكت زي ما بيقولوا. كتروا معانا الشيرات، كتروا معانا الملصقات من الآن يا إخواننا. مرحب بكم في الصفحة هنا الإعلامي أحمد الضي بشارة. إذا حبيت تشترك في الصفحة عشان اللايفات تجيك، أعمل متابعة على الصفحة أو أعمل إعجاب على الصفحة، إن شاء الله تاني بيجيك دائما وابدا. الصوت واصلكم يا اخواننا ولا ما واصلكم؟ الصوت واصلكم من الان ولا لا؟ من الان هل اللايف بيتضرب الان ولا الصوت واصل؟ في تعليق عبد السلام قليبه بيعمل ملصق بتاع حب وسلام، لك التحيه والتقدير استاذي الكريم. ثبوته وتكوستي، حياك الله ثبوته، الله يكرمك. بيقول حبابك انس الحاج، اهلا وسهلا، مرحبا بك. ديل التعليقات تحت. سامي الحاج، احيانا دائما من الصعارة بين في البدايه، استحقوا يا اخواننا، يعني اخوان واصدقاء يعني متابعين. بس في تعليقات قد ما تشوفها، عندنا عدد من القضايا حنناقشها، عندنا عدد من القضايا حنناقشها يا اخواننا. الان القاعد يحصل كالاتي، الان القاعد يحصل كالاتي، مشاكل واشتباكات يا جماعة، في اشتباكات قبلية حسب المعلومات اللي بتردنا، خلاص في نهر النيل في الدامر، كويس، في نهر النيل في الدامر. وامبارح اتعرضنا للكلام ده في اللايف بتاعنا هنا في الصفحة الإعلامي أحمد الضي بشارة، كويس، اتعرضنا للموضوع ده يا جماعة. في اشتباكات، واللي بيوصل المعلومة والمصادر الموجودة الآن لتأكيد المعلومة بتقول إنها اشتباكات قبلية، عديل كده، اشتباكات قبلية، كويس. والشرطة مضربة تماما عن التدخل، لشنو ما في زول قادر يفهم. أو الأجهزة الأمنية عموما، السيد والي نهر النيل، السيد وزير الداخلية، كويس، السيد المدير أمن الولاية، كويس، الحاصل ده شنو؟ اللجنة الأمنية في الولايات، الحاصل ده شنو؟ كل مرة بتحدث أحداث وأنتم بتعاينوا من بعيد كأنكم دايرينها تزكى، خلاص كأنه نسعر الحرب بالذي يحلف الناس به قومكم ونزكي الوقود، كويس. اللي بيحصل ده شنو؟ في الشركة عملتوها واضحة جدا في حي دار النعيم، كويس، عملتوها واضحة، خلاص في الغرب أيضا عملتوها واضحة، كان في جنوب كردفان، كان في دارفور، كويس، واضحة جدا. الآن اللي بيحصل ده شنو؟ في الدامر، كويس، قبيلتين بيتقاتلوا، البكاسي، في واحد من الشباب رسل لي فيديو موجود، الشباب بيركبوا في العربية، خلاص بيقولوا نحن ماشيين سند لأهلنا اللي هناك الموجودين، بيقولوا نحن ماشيين سند. شباب الصوت ده واضح ولا لا؟ الصوت ده واضح يا جماعة. دي قضية، دي قضية بتسكت عنها، دي قضية بتسكت عنها. أهلا مدثر عبده، لا حول، والله قربت أعطس. الزول القديم ده يا أخوينا يا جميل، حياك الله حياك الله، مرحبا مرابي، أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكم جميعا يا أخواننا المتابعين للبث المباشر. يا أخواننا دي قضية بتسكت عنها، أنا بسألكم أنتو المتابعين، كويس، الله يحييكم جميعا، دي قضية بتسكت عنها. ويا ريت لو في زول من الناس المتابعين القضية دي يورينا، كويس، ويدينا معلومات اكتر، كويس. الان المعلومات اللي بتيجي انه هو عبارة عن صراع، عبارة عن صراع بين قبيلة الجرعان وقبيلة النوبة، وانه الان الجرعان بيحشد ناس من شندي ومن مناطق تانية ماشيين على انه الصراع يزي، لانه شايفين انه ناس انضربوا، الان هم ماشيين يكونوا سند وعون وتقوم المشكلة زيادة. وين اللجنة الامنية؟ المصادر من هناك بتقول 3 قتلى، المصادر من هناك بتقول 3 قتلى و27 جريح. معلومات زي دي معلومات خطيرة،
دي معلومات خطيرة، ده كلام كبير يا اخواننا، دي ما قضية تستهينوا بها، دي ما قضية عشان هي يعني الكلام ده لو كان الليلة في أركويت وكان الليلة في الرياض كان ملا الميديا دي كلها، الكلام ده الليلة لو كان في الخرطوم كان جات الوطن كلها. انتوا ليه السودان ده هما واحد ولا شنو؟ الا المركز بس، الا الخرطوم دي بس، الا الحدث يموت. انا قبل ذكرت معلومة او ذكرت مقولة، قال الزول الجميل كويس، الزول الجميل قال اللي هو اسمه منه هنا يا اخي الفاضل، يا اخي الفاضل حامد الجبوري، لما قال لو داير تموت عزيز تعال موت في الخرطوم، لو داير تموت عزيز والاعلام يتكلم عنك تعال موت في الخرطوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. السؤال وزارة الداخلية، هل بتشوفوا الناس بيجروا؟ يا اخي اهنتوا كرامة المواطن يا اخي، مسحت به الواطة. انا دقيقة انا جايك انا جايك، لص الموضوع ما ساكت كويس. الموضوع ده يا جماعة، الصراع الحاصل في نهر النيل ده صراع خطير جدا، وبيرتب لصراعات جديدة تجي كويس، عشان بكرة تشوف الجعاليين الشوايق بيتحارب، عشان بكره هناك تشوف هنا المسيريه والفلايته ولا المسيريه والنوبه بيتقاتلوا، عشان بكره تشوف الفلاته والداج بموتوا، عشان بكره تشوف السودان وسياسه شد الاطراف. الله يفشي للخطه دي، الله يفشي للخطه دي، يا رب سلام يا رب امان. لكن المعلومه دي انا بقول هي في عنق اللجنه الامنيه، هي في عنق اللجنه الامنيه يا اخواننا. ده ما موضوع، ده ما موضوع بيتسكت عليه. شباب هل شايفين من الخطا مناقشه الموضوع ده؟ هل شايفين؟ انا ثبتت تعليق هنا من مدثر ابو له التحيه والتقدير كويس، فاشر السلطان له التحيه، وكل السودان وكل ارجاؤه وكل الناس الموجوده كويس. الناس المستعيد بيقول لي وصل وضح الاحداث بالتفصيل. المعلومه اللي بتجي محمد خير بطحاني بيقول لي ابرد، ابرد كيف؟ المصران قايم علي، مين تلقى العيون دي شفتها مصفره خلاص اعرف انه المصران ده قايم علي لدرجه. ابرد كيف؟ دي ارواح بتموت، ديل بشر ديل ناس، ابرد كيف؟ خلاص السعيد بيقول لي وصل بالتفاصيل. التفاصيل اللي عندنا انه قايم صراع ما معروفه اسبابه خلاص، ايا كان اسبابه كويس، بين النوبه والجرعان، وانه الجرعان الان بيحشدوا في ناسهم عشان يوصلوهم الدامر، عشان يحصل موت هناك، عشان انهم يمشوا يساندوا اهلهم الشايفين ماتوا، الشايفين انهم ماتوا. شباب اعملوا شير، اعملوا لايك، قووا الصفحه دي يا اخواننا، قووا الصفحه دي كويس، قووا الصفحه دي، خلوا الصفحه دي قويه، خلوها قويه، خلوا اللايف يوصل لابعد مستوى كويس، خلوا اللايف يوصل لابعد مستوى. انتوا اللي بترفعوا الصفحه دي وانتوا اللي بترموها، ثلاثة سنه الصفحه دي واقفه، احيناها من موات. يا ريت لايك شير، لايك شير يا جماعه كويس، لايك شير. الناس تثبت، انا مثبت تعليق الان كويس. الناس دي كونها تموت كده ده كويس يعني؟ يعني اي زول يقتل الثاني؟ بالذات كمان المناطق الامنه زي نهر النيل بالذات يا جماعه، الشغل المدبر يا اخواننا وشغل المخابرات الخارجيه وتنفيذ الاجنده وسياسه شد الاطراف. والله يا جماعه انا بقول كلامي ده اقسم بالله اتوقع منه الرصاص، اقسم بالله ولا حادث. ما يهودك جينا بالساطور يا هادي قبل كم يوم، انا رافع اللايف كويس في الصفحه دي الاعلامي احمد الضيب وشارة كويس، يا هودا موتر خالي لوحات وما كنت شايل تلفون ولا في يدي في قروش، كيف زول بينزل بيضربك بعكاز هنا وذاك بيختبتك بالساطور هنا كويس، تضرب واحد شلوذ الثاني يجيك ناطي كويس بالغدر، بالغدر كان كويس. انا الان بقول لكم وتاني بعيده كويس، اللي بيحصل في السودان ده لعب، اللي بيحصل في السودان ده دي خيانه، دي خيانه تاريخيه، دي الابرياء بيموتوا ليه؟ اللي بيأجج النار دي منه؟ اللي بيزكي النار دي منه؟ اللي بيخليهم يتماوتوا منه؟ اللي بيخليهم يتماوتوا منه؟ اللي بيخليهم يتماوتوا منه؟ اللي بيعايلهم بيموتوا وبيسكت وعنده القوه وعنده السلطه منه؟ يا اخواننا هوي اللي بيحصل ده، ده ما لعب. والسياسه دي انتوا لو متابعينا الصراع ده بقى حاصل في كل مكان، بقى ماشي كده. والكلام ده انا كنت بحذر منه قبل سنتين، كنت بحذر منه قبل سنتين لما تم التوقيع على الوثيقه كويس
الأولى والدستورية، قلنا لكم الكلام ده هيجيبه. الوقت ده كان بتقولوا علينا كوز، كان في ناس بيقولوا علينا كيزان. شكرا لأي زول جاء اعتذر لي، شكرا لكل زول، وما ضروري تعتذر، كلنا أخوان وكلنا بنغلط في فهم بعض مرات، عادي جدا، كويس. شكرا لكل من اعتذر وما ما اعتذر ذاته، شكرا له عموما، كويس. انت مرتك خطيئة وفي وقت ربما شفت انه الكلام ده غلط وكده. اللي بيحصل ده اللي بيدعم الان القران، المعلومات دي يا جماعه بتيجي. الصوت واضح يا جماعه ولا فيه قطيع؟ الصوت واضح ولا فيه قطيع؟ كويس، عشان الناس ما تلعب ساكت، عشان الناس ما تلعب ساكت. الآن بعد مكالمتي الصوتية اللي فوق دي جاني تليفون من عبد الرحمن علي من الدامر، قال لي حرقوا بيت وفي كر وفر بين النوبة والقرآن الآن، والناس دي أخواننا كثيرة قالوا. سامعين يا جماعة؟ ده من أحد المصادر، تخيل معي، من أحد المصادر. سامعين الصوت ولا أوضح يا جماعة؟ قالوا كثير شديد والناس لازم يجوا لهم، يعني ما بعرف كيف فيها، لكن ضربت على العمد، عمد عبد الرحمن تليفونه مقفول وحاجه غايته صعبه شديده والله. تابعوا يا جماعه اللايف، تابعوا، اسمعوا ده الكلام الجاي من هناك، ده ما كلامي انا، اسمعوا ده الكلام الجاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواننا واحبابنا في كرتونوري، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طبعا متابعين الاحداث الحاصله في الدامر، فدارين دعم بشري ودعم مادي عشان الناس تتحرك فورا الى الدامر، نشوف المكان بتاع التجمع وين ونشوف العربات الجاهزه عشان نتحرك اليوم، وشباب الجاهزين اكدوا لنا في الجروب عشان نتحرك ان شاء الله، وبارك الله فيكم جميعا. ده الان يحدث، خلاص دي الان جزء من التسجيلات الان اللي بتقول لابناء القرعان الان متحركين على ابناء النوبه عشان تزيد الفتنه زياده. اللجنه الامنيه قاعده تسوي شنو؟ الوالي قاعد يسوي شنو؟ يا جماعه انا بقول كلام الان مهم جدا يا جماعه، يا اخواننا، يا ناس، ده شنو ده؟ يا ناس السودان بيتمزق، السودان والله انا بتكلم داير ابكي واقسم بالله السودان بيتمزق، يا ناس السودان الان اطرافه كلها مولعه يا جماعه، في كثير ما بيتذكر الكلام ده الا بعدين لما الكحه تحصل في الخرطوم، يا في البلا ان شاء الله ما تحصل في اي مكان، يا رب العالمين ما تحصل في اي مكان، يا ربي استر على كل زول، سلاما يا ربي سلام. العفو يا استاذ معاويه سيد احمد، بيقول يا احمد الضي بالله يا اخوي عايزك تسامحني، انا زمان كنت بنبذك في لايفاتك واقول لك الرويبضه، بالله عليك تسامحنا، انا بسامحك ومسامح انا اي زول فهمت اساء ولا انا مسامحه، كويس، واي زول يا جماعه انا اخطات في حقه برضه بعتذر له، لكن الان المقام مقام بتاع اللي حق ارواح يا ناس، يا ناس في موت، في موت حاصل، في ضرر حاصل، وين الدولة؟ وين القانون؟ وين هيبة الدولة؟ وين فرض هيبة الدولة؟ ده شنو ده؟ الموضوع ده أنا 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 مريت عليه الآن، دايرين نيجي لموضوع تاني. الموضوع بتاع الإعدام الليلة بتاع الدعم السريع، الموضوع اللي الستة اللي تم الحكم عليهم وتحيروا في واحد صغير ما بالغ سن الرشد الا حولوه لمحكمه الاسره والطفل تبيت في امره هناك، ودي ذاتها دي مخالفه في الامم المتحده خطيره جدا جدا، كويس. طيب دايرين نتكلم عن الحل الاعدام، اي زول يا جماعه قتل يحاكم بالاعدام، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب، كويس، ده حكم الله، ده كلام قاله رب العالمين من فوق سبع سماوات، اي زول قتل يا جماعة نرجو محاكمته مباشرة، القتل ربنا جعل جزاء القتل وجعل لأهل المقتول فرصة الدية وجعل لهم فرصة العفو، يا يعفو ساي يا الدية يا القصاص، وأهل الشهداء الآن من الأطفال قالوا الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية، كلام واضح، إذا بتنفذ حكم الإعدام،
لكن تعالوا هنا يا جماعة نتكلم بكل منطقية وبكل عقلانية يا اخواننا. هل تعلموا انه الان ممكن اي زول محكوم عليه بالقتل في بعد الثورة، هل تعلم يمكن انه يتم الغاء الكلام ده دستوريا؟ اقول لك كيف. طيب الزول اللي اتحكم ده بيمشي بعدها حاجة اسمها محكمة الاستئناف. محكمة الاستئناف ما ارضته خلاص، مباشرة بيتم تحويله للمحكمة العليا. المحكمة العليا أيدت الكلام ده وقالت يقتل أو يعني الحكم جه ضده، مباشرة بيتم تحويله للمحكمة الدستورية. طيب قبل الدستورية في حاجة اسمها مراجعة شؤون العليا، دي بيمشي ليها، يعني بيمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى محكمة الاستئناف، رفضت الطلب بتاعه أو الحكم يعني ما كان مرضي، مباشرة المحكمة العليا. في المحكمة العليا ذاتها بعد ما أرضته في حاجة اسمها مراجعة العليا. كويس؟ بعد مراجعة العليا أو مراجعة الشؤون العليا بيمشي للمحكمة الدستورية. ودي البت بتاعها بعد النهائي. دي خلاص. لأنها معتبرة لجنة دستورية، محكمة دستورية، الحكم بتاعها راسخ تاني لأنه هي مهمتها تأيد وترفض. الآن الحرية والتغيير والعساكر كلهم الآن من ده، ديل ما قتلوا والخلاص ثبت عليهم كويس، وأسر الشهداء باركت الكلام ده الحكم ده كويس، ما قالت نحن دارين عفو ولا غيره، معناها القصاص. لكن شوف لما المحاكم ذاتها كويس يتبع او قانون بلدك او دستور بلدك تتبعه خلاص، الاهواء والمطامع السياسية صدقني بتسقط هيبة الدولة وبتسقط عدالة القضاء. يعني الان الناس دي ممكن عبر المراحل الاربعة اللي ذكرناها ممكن عادي يتم الغاء الكلام ده عبر المحكمة الدستورية. الآن المعطل المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية بتديك حقك في النهاية الكامل كويس. المحكمة الدستورية هي دستور بلدك، عدالة القضاء، نحن دايرين عدالة القضاء، دايرين عدالة القضاء، دايرين العدالة الناجزة. دي بتيجي كيف؟ ما لم تكون المحكمة الدستورية عشان في البلد. وإذا جاءت المحكمة الدستورية صدقوني يا جماعة أول حاجة بتعملها إلغاء كويس، إلغاء لجنة إزالة التمكين، وممكن 90% من شغلها الآن تقوم تلغيه مباشرة بجرة قلم. ليه؟ لأنه كانت هي فوق الدستور، كانت لجنة إزالة التمكين هي فوق الدستور وبتتصرف تصرفات هي فوق الدستور. والكلام ده ما أعتقد مدسوس على زول، ما أعتقد في طفل ما عارف الكلام ده. دي مسألة ما بتناقروا فيها ديكين. لايك شير يا جماعة لللايف، وصلوا الرسالة، وصلوا الرسالة. المحكمة الدستورية هي العدالة بعد ذاك. نحن دايرين محكمة دستورية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، الثلاثة مفصولات. ده أي دولة بتطالب به، أي دولة مدنية بتطالب بالكلام ده، يعني معروف. إذا نحن دايرين الدولة يا جماعة تكون حقيقية، دايرين دولة مدنية ودايرين دولة المواطنة. لكن ما لم يتم بناء الإنسان عبر الوعي دي ذات مشكلة ودي ذات صعبة. لأنه أغلب الناس الآن كويس يا جماعة، في ناس ظلمهم فصلوهم من شغلهم وطلعوا يجي صالح في الإعلام وقالوا والله يا جماعة نعتذر، في ناس فصلناهم ساي قايلين إنهم كيزان وما كيزان. طيب في كم زي ده أنت ظلمته؟ في كم زي ده أنت أهنته؟ في كم زي ده انت جيت بشعت بيه؟ في كم زي ده كويس؟ اذا كانوا هم ذاتهم اهل حق بقوه كان يفتحوا فيك بلاغات جنائيه، كان يفتحوا فيك بلاغات لانك انت تعديت عليهم ولانك ظلمتهم، لانك ظلمتهم. والظلم الظلم مر وقاسي، وانا ذقت الظلم ده، ذقته لو عبر معتقلات سياسيه، لو عبر سجن كويس، انا ذقت الظلم وبعرفه كويس. وانتوا ذقتوا الظلم ده ومريتوا بيه في اهلكم وفي شغلكم. ده كله خليه بجنبك، ده كله خليه بجنبك. الناس العالقين في الهند ديل دارين تتعاملوا معاهم 200 ان شاء الله باذن الله. السوداني وصل مرحله انه يشحت برا عشان يعيش.
السوداني وصل مرحلة انه برا الدول كلها بتجلي رعاياه من الهند بعد المرض الفتاك والامراض الفتاكة، الدول كلها بتجلي رعاياها وبتطلعهم. ما شاء الله الا دولتنا العظيمة الكريمة، ما شاء الله ما شاء الله، السفير السوداني لك التحية، ما شاء الله ما شاء الله يا دولة يا مجلس السيادة، ما شاء الله قاعدين الا للقرارات اللي نفسكم كويس. ما شايفين السودانيين عميانين منهم، السودانيين اللي قاعدين في الهند ديل، والناس مشوا قالوا والله نحن دايرين نتعالج، قالوا دايرين نتعالج علاج ساي يا جماعه، قالوا دايرين نتعالج، مشوا هناك قفلوا فين السفاره السودانيه، قالت ما يجوا من هناك، خاطبت الدوله هناك ومباشره تم قفل فرصتي انهم يرجعوا السودان. هل تعلم السودانيين اللي هناك نفسهم بيحكوا بيتكلموا عن انهم بيبيعوا التذاكر بتاعت الرجعة عشان ياكلوا، لأنه ما عندهم قروش، لأنهم كانوا مرتبين رايحين خلال 3 يوم، خلال أسبوع، خلال شهر، خلال شهرين، خلال سنة، كقفلوا عليهم في وشهم. دي 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 عدالة؟ دي عدالة؟ تتذكر أزمة السودانيين في مصر؟ أنت قايلها انتهت؟ تشوف الليلة الشعب السوداني بتجار الجري ورا الجوازات ورا الخدمة المدنية. كويس؟ يا جماعة ركزوا معي، ركزوا معي، ده كلام خطير. ليه الان الوثيقه الدستوريه ليه الان الوثيقه لما تمشي تقراها ما قالت حل الدعم السريع، ما قالت دمجه، قالت الدعم السريع والجيش والاجهزه الامنيه الاخرى. امشي اقرا الوثيقه الدستوريه كويس، امشي اقراها كويس، امشي راجعها، عشان ما تتكلم في حاجه انت ما متاكد منها. انا لما داير اتكلم في القانون بعرف ناس عبد الله احمد باب الله، التحيه له كويس، ولكل طاهر في القضاء نقي، انا بعرف اسال منه لما اكون داير اتاكد من موضوع. لما اجي اقول لك يا اخي الان الحاصل ده، تاكد انه الناس عاين ده. مصعب مصعب احمد علي دقيقه قال بعرف واحدة باعت العلاجات اللي اشتروها لأمهم المريضة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولسه الدولة مقفولة وبقرار. ده كله عشان ياكلوا قروش جاية من الأمم المتحدة أو جاية عبر منظمة الصحة العالمية، عشان الكلام ده بيهينوا السودانيين بتدان كرامتهم في الهند، مقفولين هناك ما قادرين يجوا، أسر بتشحت بتفرجوا فين، وين القوة؟ وين الهيبة بتاعت الدولة؟ وين هيبة الدولة لما نمشي نميري مع اختلافي مع قوميته العربيته، مع اختلافي مع افكاره، مع اختلافي مع ايديولوجيته، لكن وين هيبته لما بيمشي وبيستقبله نائب كويس الملك بيرفض وبيجي راجع بيقول انا راجع بلاش فوضى، يا يستقبلني هو ذاته الملك راس براس لغاية ما الملك يجي لحقه لحقام في مطار الخرطوم، لأنه طيارته أغلقت مباشرة، بلاش فوضى. وين هيبة السوداني دي؟ أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم، أنا أختلف مع نظام مايو في ظلمه وفي ديكتاتوريته وفي دمويته، لكن وقسم بالله العظيم، والله مع اختلافنا مع جعفر محمد نميري في كثير من الحاجات، لكن والله والله كان في عهد السودان راسه مرفوع. اقسم بالله العظيم في عهد السوداني كان راسه مرفوع بالظلم ده كله وببطشه وبدمويته وبقتله، لكن اقسم بالله العظيم كان السودان راسه مرفوع. هل فعلا وزيره الخارجيه السيده مريم الليله قالوا شرفت السودان؟ يا سلام يا اخي ده حدث كبير يا اخي، يا اخي ده حقه الليله، يا اخي ده حقه. اقسم بالله اقول لك حاجه يا اخي، ده اهلا ياسر، ياسر يا سلام، ياسر الخير، ياسر الحب، يا اهلا ياسر خالد. العفو يا اخي، المبادره اللي قمنا بها اصلا هي جات بعد ما انه انا طلعت من سجن ام درمان، ربنا وفقني اني اقول في لايف بتوفيق الله وبقدرته، خلاص انه في اللايف اقول يا جماعه اعملوا مبادره لاطلاق سراح مساجين كثيرين جوا كويس. مباشره تم في ناس من امريكا قاعدين، ده شال $50 دفع، ده دفع 500، ده دفع 200، جابوا مبلغ $3000 وتم اطلاق سراح سجينات كويس من سجن ام درمان كويس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فيما ال 400 وفيما ال 200 وفيما ال 300 وفيما ال 100 وفيما ال 50 وفيما ال 70 وفيما اللي نه وفيما المظلوم كثير كويس. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى هو الموفق وهو القادر وهو العظيم كويس.
ربنا هو اللي اراد انه انا اقول كده عشان الناس يعملوا كده ويجيبوا القروش، لانه ربنا لما داير يسخر للعبد يطلق سراح ولا فرج ولا حاجه، انت قاعد في محلك بيجيك، انت قاعد في محلك كويس بيجيك، هو ذاته ما عارف جاك ليه. لا لا، ما ده امر الهي، دي تعليمات الهيه، انتهى الامر كويس، انتهى الامر كويس. يا اخوانا انا بتكلم عن قضايا مهمه، في ناس جو بيعلقوا الان بيسالوني بيقول لي يا احمد الضيل الشباكات، الشباكات في نهر النيل، في نهر النيل كويس، في منطقه في مدينه الدامر بين القرعان والنوبه، ده الان ما يحدث المعلومات اللي بتجينا بتتكلم عن 3 قتلى كويس، وبيتكلموا عن 27 جريح، والكلام ده الشرطه شاهد عليه وقوات الامن وكل الجغجميات دعم وجيش وشنو عارفين الكلام ده اكتر مني ومنكم، وساكتين يم. وين الوالي؟ وين الوالي؟ وين كويس؟ ان عثرت بغلة في العراق لخشيت ان يسأل الله عليها عمر. وين اتعبت الخلفاء من بعدك؟ وين؟ وين يا مريم؟ وين يا مريم الصادقة المنصورة المؤيدة المخزولة؟ وينك من الكلام اللي بيحصل؟ وين من كرامة السوداني اللي بيهام في الهند الان؟ وينك من السفراء؟ وينك من قضايا السودان الخارجية اللي بتدهني عشان تهيني كرامة المواطن؟ يا أخي أنا المصران ده الليلة قايم معي، يا عليكم الله يا أخي، عليكم الله كده. قال لي أنت بتتكلم وينه كده، قال أنت بتتكلم و و و وكأنك زي كأنك حاضر زمن نميري. يا أخي أنت مواليد التسعينات تتكلم قدر سنك ليش؟ لا لا، تكلم زي كأنه حاضره. مشكلة وين؟ هل يا عاصم دي مشكلة أنت عندك؟ أنا مولود سنة 90 طب؟ نعم كويس، مولود سنة 90 شهر 4، وين المشكلة يعني؟ وين؟ ما في أي مشكلة هنا إنه أحكي عن كده وكده 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 كويس؟ يا إخواننا هوي الحق أبلج والباطل شنو؟ الباطل شنو؟ الحق أبلج، متعودين نقول المقولة دي دائما، الحق أبلج والباطل لجلج، الحق أبلج والباطل شنو؟ لجلج. هو يا اخواننا العدالة لا تتجزأ، العدالة لا تتجزأ، والبيحصل الان ده اهانة لكرامة المواطن وذل، وذل للمواطن، وربنا ما بينسى الظلم الحاصل ده، ربنا ما بينسى الظلم الحاصل ده، وما كان ربك نسيا كويس. يا جماعة احنا الليلة كويس، الليلة السفرة بتاعين البلاد بيدوروا دولتنا، بيجتمعوا مع الوزراء بيوروهم يسووا شنو يعني؟ يا اخواننا يا جماعة انت يا اخواننا يا اخواننا انا كلامي ده لو غلط كلموني والله كده يا اخواننا. لايك شير، انا صوت الصورة زي اللي وقفت كده، الصوت كيف يا جماعة؟ الصوت كيف؟ كده ورونا الحاصل كويس. والمعلومات الان بتقول قتل 2 تاني من النوبة الان، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل كويس، وحسبنا هذا ضلال حسبنا. الصوت واضح يا جماعة ولا ما واضح؟ كده انا ما عارف، في طشيش في الصورة كده. اعملوا شير يا شباب، اعملوا شير، اعملوا شير لللايف ده، اعملوا شير كده، اي زول يعمل شير. المشاركة بتلقاها اسفل الفيديو، بتلقاها اسفل الفيديو على يدك تحت في اللايف كده. انا الصوت بيقطع وبيجي، بيقطع وبيجي هسه كده اختفى كويس، فما عارف انه كيف كده. الصوت عين، اعمل شير لللايف، الشير بتلقاه تحت مكتوب مشاركه، دوس على كلمه مشاركه، اول ما دوست على كلمه مشاركه بتظهر لك جروبات، بتظهر لك شخصيات، بتظهر لك صفحتك، طوالي بس مر فيها كلها، اضغط عليها اضغط عليها اضغط عليها، بتكون سعادتنا جدا. الناس تكتر الشير يا اخواننا، شايف في شباب طوالي بدوا يشيروا، الناس تكتر الشير، الشير ده وهو اللي بيضعف اللايف. لايك شير، كتروا اللايك، وصلوا معي الرساله، وصلوا معي الرساله، البلد ماشية في انزلاق. ويا جماعة إذا الليلة سكتنا عن المواضيع دي ما تكلمنا فيها، رب العالمين بيسألنا وبعلقنا من ألسنتنا دي. وفي قضايا كثيرة يا أخواننا أنا قد أكون ناسيها أو قد أكون اتطرقت لها فيما قبل كويس، لكن بعد ده أنا بني آدم بنسى كويس، زي ما بجوع وبضحك وببكي وبنوم وبصحى برضو بني آدم بنسى كويس، وأحيانا قد تأخذنا مواضيع فذكرونا عادي جدا
يعني عادي في التعليقات ذكر ما تخجل، والله يا احمد الضي يا ريت لو تتناول لنا موضوع كذا، يا ريت لو تتناول لنا موضوع كذا، اهلا ام شذا، حياك الله، بتقول الصوت واضح، سعيد بيقول الكهرباء قاطع، هو الليله جاء قال لك انا الكهرباء حتتواصل في قطعه، هو جاء قال لك كده، شير لللايف يا شباب، شير لللايف، هو جاء قال لك كده، الله يا مصعب كنت محق في كل كلمه قلتها في جادين ده، والله كنت محق في كل كلمه كنت، والله انا الغلطان ذاته انه كنت بحاول القى له مخرج انه الاحزاب بتضايق، لكن هو ذاته طلع مخزول خلاص، طلع مخزول، يا جماعه اذا كان النائب العام بيستقيل لانه حمدوك ما قادر يحدد موقفه، اذا كان بيستقيل وبيقول اخر تصريح له انه اللجنه بتاعه التمكين اتدخلت في شغله وانه بتتدخل في موضوع النيابه العامه وانه الان الاتحاد طبعا الاتحادين لانهم الوالي بتاع الخرطوم وعندهم الوالي بتاع شمال كردفان كده 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 وكده كده 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 حضر الله يفضل الفيديو ده حضره من عليكم والله ها قال قالوا كده وكده وكده وانا والله يعني وكده وكده زول قاعد يتفنس يسوق كده بس باعتباره فهمت لا مليون ناس كده قاعد يتونس قصوا ما قصه بتاعت هناك كويس ما الاتحادين الان الاتحادين قاعد يقولوا لي قاعد يقولوا الزول ده حقنا قاعدين يقولوا والله نحن والله الزول ده حقنا لكن عبد المحمود المعلومات اللي بتجي من كثير من المصادر بتاكد انه رجل نزيه بيتاكد لكن المشكله كانت في اقاله النائب عن طريق حميدتي انه البرهان ما داير يخرب وشه فهمت امشي فرنسا انت يا حميدتي خليك محلي قوم القصه لعبه كانت واضحه شير يا شباب شير شير لللايف كويس كتر الشير شالوا 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 الحبر وجابوا ده طيب ده حيكون شايط مع منو ده السؤال اذا شايط مع الشعب اهلا وسهلا بندعمك بنجيف معاك اي وزير شايط لمصلحة الشعب اهلا وسهلا بندعم معاك بنجيف معاك اي والي شايط في خط الشعب السوداني بنجيف معاه لكن قعدت تلخبطوا زي هسي كويس صدقوني ما حنرحم زول ما حنرحم زول كثير من بعدين يا جماعه انتوا في شارع العرضه قصه ال 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 اسمه شنو كويس كتر خيرك استاذ عثمان اشكرك على نقدك البناء اشكرك كتر خيرك هو بس التذكير من اجل عدم قطع اللايف شكرا لك كثير اشكرك على نقدك البناء طيب في العرضه يا جماعه موضوع الهلال الاحمر ده شنو كمان موضوع الهلال الاحمر ده شنو كيف المدير التنفيذي السابق يقال انه من الكيزان باع الارض ذاتها بتاعت الهلال الاحمر المؤجر والان بيجي بيلقوا البيع باسماء مره وهميه ومره بيقول لك والله ما معروف ذاته الباع منه كيف في مؤجر الهلال الاحمر كيف يعني كده انا السؤال ده ما حخليه انا راجع للموضوع ده كويس راجع وعندنا ما يثبت من الملفات ونحن الان بنتكلم بملفات يا جماعه بنتكلم بملفات انا احمد ده الان بتكلم بملفات في المواضيع اللي اتكلمت فيها دي كويس ما قاعد اتكلم ساي ونزاهه الغضاء دي لو ما بقت ما حنسكت لانه الكلام ده ظلم لي وظلم ليك وظلم لكلكم انتوا اللي بتتابعوا في اللايف دي ظلم عديل كده كويس واذا كان انت بتفتكر انه صمتك الان كويس صمتك الان اقلاها اقلاها اكتب تعليق ضامن مع اللي بيموتوا الان في نهر النيل الان في الدامر من 200 كان ذاته في قتال هناك ربنا ما يجعل قتال هناك ولا في اي حته في السودان ربنا يوقف كل الدماء الحاصله دي من 200 كانوا بيتقاتلوا النوبه والقرعان ما كانوا اخوان واحباب كلهم مع بعض من 200 شنو كل القصه الان كويس كل القصه الان السودان اطرافه كلها الان شاده ده شنو ده دي سياسة منو؟ منو خاتينا في وضع المتأزم ده؟ منو؟ يا دولة ليه نحن في الوضع ده؟ الموت ده ماشي لا في الولايات كلها ما واقف على ولاية عشان ما تضحك ساي ومعلومات بتأكد انه في الكنابي الليلة في اشتباك في الجزيرة في الكنابي منطقة الكامبو خلاص وكده الآن في معلومات بتقول نفس المعلومة دي كويس انا داير اخذ المعلومه كامله حتى اجيبها لانه ده ما تاكدت منه تماما لقيته خبر نعم من زول اثق فيه لكن ما اخذت تفاصيله لسه كويس ما ممكن هل بيحصل ده البلد دي حتمشي وين حتصل لياتو مستوى بس كلموني بالله ذكروني حتمشي لياتو مستوى كويس وحتنحدر لياتو منزلق حتنحدر لياتو منزلق انا كلام ده بقوله وزي ما قلت لك عادي جدا ودي الزول ده خلاص لو ربنا كتب بيموت
ما كتب الحمد لله، فهمت؟ الآن الواحد بيحمل كم من الأمراض في جسمه كافية لقتله برا، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيطيل الآجال وهو اللي بيقصرها. وامبارح قلت الكلام ده، في واحدة اتشاكلت معي هنا اسمها انتصار، كويس؟ قالت كيف أقول الكلام ده؟ كويس؟ قالت الكلام ده تأثرت منه، كثير من الناس بيقول لي تأثرنا منه، هنسوي شنو يا جماعة؟ ده من الحاصل أكون واضح يعني، أكون واضح، كويس؟ أسوي شنو يعني؟ قاعد وبقول في الحقيقة اللي بيكتبه ربنا بيبقى يعني، اللي بيكتبه ربنا بيبقى، دي حقائق لازم تتقال، هتكون مستهدف من جمجمية جهة، دي حقائق لازم تتقال. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. شير يا جماعة شير. مرحب حافظ بخيت، اهلا وسهلا بيك، بيقول مساء الخير، مرحب بيك، ده اعتقد برضو من الناس القدام. اهلا احمد محمد، مرحبا، الحمد لله على السلامة عليك يا احمد ضيب شهر، شكرا محمد بخيت، سمرايك كتر خيرك. اهلا هشام حاج، اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا اخي كثير. يا جماعة لو في ناس انا بعرفهم معرفة حقيقية مثلا برا وما عرفته يذكرني يعني، كويس يذكرني، كويس. مرحب ام محمود، كويس، بتقول مبارك لكل الناجحين ومنيات للدرجات الرفيعه، قبيل قلناه في اللايف، شكرا لك، ده كلام طيب جدا ودرجات عاليه جدا من الايجابيه. قبيل قلته انا في اللايف الفات، قلت انه يا اخواننا نرفض سياسه انه ابنك لو ما نجح تذله او تقهره، بالعكس شجعه على النجاح وعلى، ما تقارنه بزول. اهلا بيقول بعد الشر عليك، تسلم وتدسر ابوك، كتر خيرك. شكرا عبد الرحمن بيقول تم، كتر خيرك. بيقول مساء الحريه، اهلا عادل محمد، اللهم امين. ابراهيم يوسف بيقول الف الحمد لله السلام، مرحب بك ابراهيم يوسف. والله يا جماعه في ناس كثير حيروك في تعليقاتهم، تخجل زاد تقدر تقول لهم شنو، ناس تحس بهم طيبين جدا، كويس، التحيه لهم والتقدير لكم. الناس اللي في السعوديه اكثر ناس بيضربوا لي في الدنيا دي، الناس اللي في السعوديه، كويس، اي شوف كفو حاصل البلد يضرب لك في السعوديه يوريك، كويس، انت تكون هنا هو في السعوديه هناك يكون عنده المعلوم. والله يا انا ما اعرف الناس دي النت بتاعهم ده، هسه قاعدين في اللايف ده كتار خلاص، كويس، والناس اللي في بريطانيا، كويس، والناس اللي في فرنسا دي تقول مفعلين لهم نت مجاني، متابع الحاصل تلقاه بشكل والله مرات يضحكك، كويس، لكم التحيه ولكم التقدير يا اخي، كويس، والناس اللي في امريكا، كويس، برضو كتار جدا جدا، كويس، شكرا لكم. بيقول وين الجيش كان بيهز الارض؟ ما احنا بنسال في السؤال ده. سالم سليمان عبد الله الجراي بيقول تسلم علي، حياك الله، حياك. عبد الرحمن بيقول منور، والله تسلم يا اخي، تسلم. محمد شريف عيل تسلم يا اخي، الله يعزك. حمزاوي ادم بيقول تسلم. الضو حمد بيقول بالقلب، بيرسل رساله، شكرا لك كثير يا اخي. السيوفي مصطفى اهلا وسهلا، اهلا حمزاوي ادم، مرحبا، انا من المعجبين بك، في الله، العفو يا حمد، خير، والله انا ذاتي معجب بكل زول يا اخي، كتر خيركم، كويس. بيقول الضدين القحاد هيقعد ل 2024 كثيره، والله شوف الاغدار دي في لحظه لو ربنا داير يغيرها بيغيرها. والله البشير ده قاعد قايل نفسه قاعد، فجأة لقينا نص ماف، كويس، واحد قال لنا في السعودية، شفت قاعدين، قلت لك أكثر سودانيين بيتصلوا علي في العالم ده من السعودية، يا أخي أنا والله الأخ فلان من الدمام، أنا الأخ فلان من جدة، أنا الأخ فلان من كده من الرياض، أنا والله، كويس، ليكم التحية والتقدير. قال نتمنى من الله أن تقع مشكلة بين ليه يا عمرابي؟ ده شنو ده التعليق ده؟ ده شنو ده؟ ليه تتمنى لقبائل؟ لا ده كلام مرفوض. كيف انك تتمنى لقبائل انها تقتتل؟ وكيف تقبل فرصة الاقتتال؟ كويس؟ ليه؟ ربنا ما جاب الحرب يا اخي، ربنا يجيب السلام يا اخي. بكري بيقول بعد الشر عليك وضدي تسلم. ناس قطر، والله ناس قطر ديل برضه قاعدين كمان بالكوم. يا سعيد، والله زي ما قلت، والله قاعدين برضه بالكوم، السهر بالكوم. كويس؟ شباب لو في موضوع ما ناقشناه الناس برضو تذكرنا، الناس تعمل شير يا جماعة، ما تنسوا اعملوا شير، ما نكتر عليكم، الناس تعمل بس شير، تعمل لايك، تعمل ملصقات، خلوا اللايف يمشي، لانه الزول احيانا مع الكلام بينسى يعني بتاع. قال النت في السعوديه مفتوح، الواحد بيحضر لما زي النت مفتوح. تسلم يا احمد محمود، معناه انتوا عندكم نت بتاع وزاره عديل هنا، كويس.
يا شباب قادرين احمد ضي امريكا يتعالج من المصران. العفو، هوي هوي يا جماعه، هوي، ما تجعلوا محور تفكيركم احمد الضي، اجعلوا محور تفكيركم الكلام اللي هو قاله. خلاص اذا كان صح دعموه، اذا كان خطا فاسجروه، قول له لا اخطات يا ولد الضي في كده. قال لي انا من كسله، حي الله كسله، حبيت عشان الكسله كويس، حياك الله وحي الله كل ولايات السودان ان شاء الله. عيشه بدون حرب، بدون تدمير، بدون اضطهاد. يا اهل نهر النيل سلاما، عرفناكم بالحب، عرفناكم بالسلام، عرفناكم بالتقدير، عرفناكم بانكم مناطق هادئه وعاقله جدا. انا مشيت العلياب، كان ناس عمر هاشم اتذكر له التحيه والتقدير لكل الشباب، مشيت العلياب كويس، مشيت الهدوء كويس والمحبه والسلام والتواصل بين القبائل اللي هناك كويس، وان كانت يعني اكثر علياب. خلاص مشيت هناك وشفت المحبة، حتى المانجا المزروعة ما شاء الله، يعني منظر يأكد لك يا جماعة دي الحياة كده، ما قتل يا جماعة يا خالك الله. ما تتمنى لقبيلة انها تتكتل يا اخ ولا لكده، بعدين ما في قبيلة رجل من قبيلة، زي ما في زول رجل من زول برضه ما في قبيلة رجل من قبيلة كويس ولا كيف يا اخوانا. فيا اخي عليكم الله اهلنا في نهر النيل، اسرعوا بانكم تحلوا المشكله دي. ما دايرين القتال يقوم بين اخواننا القرعان واخواننا النوبه، كلكم كلكم في الراس وكلكم في القلب وكلكم في العين. اكرموا الناس دي وقفوهم، يا ريت السلطه الامنيه، انتوا المفترض تتدخلوا قبل كل كلام، انتوا المفروض تتدخلوا كويس. يا جماعه اللايف زي اللي بيقطع، الناس بس تعمل شير معلش، الناس تعمل شير، اي زول بس لو عمل لنا شير مرتين كفايه، اي زول لو عمل لنا شير مرحب بيه بس كفايه. بيقول انا من حلفه، مرحب محمد عبد الله ابو تنزيل بيقول حباب ود الضي اهلا بك كويس. مصعب يعقوب بيقول انا من شندي، حي الله شندي الكريمه، حي الله كل السودان بمناطقه ببقاعه المتسعه ومناطقه الصغيره والكبيره وولاياته جميعا واقاليمه. محمد شريف بيقول لي انا بيقول من السعوديه، والله يا محمد شريف قلت لك انا في السعوديه قاعدين قاعدين يا زول، طلتك بالدنيا يا راكز. العفو ليكم يا جماعه، انا والله العظيم بعاني من مصران، والله مكرهين حياتي، والله مكرهين حياتي. والأسوأ من كده لقيت عندي التهاب في الشعب الهوائيه، مكرهين الحياه، ما بقدر، فمرات بقطع النفس تماما. عشان كده لو قال لك الزول ده ما تصدق، فهمت؟ والله لو قال لك ما تصدق كويس. فبعاني بعاني بعاني مرات عشان اعمل لايف، بعاني مرات عشان اقعد في الحياه دي كده، بعاني بعاني كويس. لكن ده كله ما مهم، الاهم اللي بنقوله، الاهم الان اللي بنقوله نلحق السودان ما يتفتن وما يتقتل. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله جميعا، اواكم الله، نصركم الله، اعزكم الله، وربنا يرفع شان السودان ووقفوا الصراع. واخواننا في الهند ذكرنا موضوع وما ناسينه، والقضاء العادل هو المطلوب، والدوله اللي قدام يا جماعه، السودان اللي قدام، يا ريت تكتب معانا السودان اللي قدام. شكرا جزيلا، حياكم الله.